حتى ممكن لما اشوف اخبار كتير اشوف حاجه ماشي دي ممكن تهزني شويه، لكن انا بنزل الملعب في الكوره لا لا ما بقى يعني ما الحمد لله بتعملش يعني حاجة ما خالص. لا لا خالص. انا وانا مع المنتخب انا شفت كريستيانو رونالدو قدام عينيا وانا بعشقه. عملت ايه بقى؟ انا كنت واقف يعني كنت واقف جنبه والله العظيم يا كابتن زي بيني وبين حضرتك كده كنت واقف جنبه. انا هموت واتصور مع كريستيانو والله العظيم واحترمت عشان انا باسم منتخب مصر وما رضيتش اعمل كده وما رضيتش اتصور معاه. لكن في الملعب لو نزلت هلعب عادي خلاص الموضوع في انتهى الملعب، بالنسبه اصل لك. في الملعب حاجه وانا قلت لحضرتك لو قابلته 100 مره تاني وانا بره المنتخب انا هتصور معاه. بس انا كنت مع منتخب مصر فما